بكم مشاهدينا إلى موجز لأهم الأنباء من شوف تي في. حل الملك خوان كارلوس الأول عشية اليوم الاثنين بالرباط في زيارة عمل رسمية للمغرب، وذلك بدعوة كريمة من الملك محمد السادس لكنف استقباله أثناء وصول المطار الرباط صلاة رفقة كل من ولي العهد الأمير مولاي الحسن والأمير مولاي رشيد. وينتظر من الزيارة التي تأتي في ظرفية اقتصادية صعبة أن تعطي دفعة قوية لعلاقات البلدين الاقتصادية والتجارية. دوليا، قالت الحكومة البلجيكية أنها أمرت خلال العام الماضي بترحيل ما يقارب 80 ألف من المهاجرين غير الشرعيين من عدة جنسيات دولية. وبناء على استجواب من اليمين المتشدد في البرلمان البلجيكي، جاء رد الحكومة خلال تقرير قدمته وزيرة الهجرة وإدارة اللجوء البلجيكية ماغي دوبلوك للبرلمان الفيدرالي. وحسب الأرقام الواردة في التقرير، فإن المهاجرين المغاربة المطرودين احتلوا المرتبة الأولى، بحيث صرف حقهم حوالي 10 ألف أمر الترحيل القسري من الديار البلجيكية خلال السنة الماضية. قالت تقارير إعلامية إن رئيس حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي بات الرجل الثاني في تنظيم الإخوان المسلمين العالمي إثر تعيينه رئيسا للمكتب السياسي، واللي تم تنصيب رئيس الحركة في مؤتمر تنظيم الإخوان المسلمين العالمي لتعقد في اسطنبول مؤخرا، مما يعني أنه قد أصبح الرجل الثاني في التنظيم بعد الأمين العام إبراهيم منير مصطفى حسب محطة الميادين الفضائية اللي كتبت من بيروت. نعود إلى الخبر الوطني، حيث ثار الحسن الدودي وزير التعليم العالي في وجه عضو من فريق الاتحاد الاشتراكي في معرض إجابته عن سؤال شفوي حول وضعية التعليم الجامعي بالمغرب خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية في مجلس النواب، مخاطبا إياه: وانت ماشي شغلك وتخص سوق راسك. هو مدفع رئيس الجلسة إلى محاولة تهدئة الوضع، لكنه ما استطاعش يتمالك نفسه من الضحك. رياضيا، قررت إدارة فريق الرجاء البيضاوي طرح تذاكر المباراة الودية بين بطل النسخة الثانية من البطولة الاحترافية ونادي نيس الفرنسي يوم الخميس المقبل، أي قبل موعد المباراة بيوم واحد. وحددت إدارة الرجاء البيضاوي مبلغ 30 درهما للمدرجات المكشوفة و60 درهما للمدرجات المغطاة، بينما تم تخصيص تذاكر بقيمة 200 درهم للمنصة المغطاة. نهاية الموجز، أشكركم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.